اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا نجوم التحدي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الرئيس ال 32 للولايات المتحده الامريكيه وهو فرانكلين روزفلت. اتولد سنة 1882 لعيلة هولندية معروفة، ودرس في كلية هارفارد وكلية كولومبيا للقانون. دخل السياسة سنة 1910 وبقى عضو في مجلس الشيوخ، وبعدها مساعد وزير البحرية. خاض انتخابات الرئاسة سنة 1920 لكنه خسر فيها. في 1921 اتصاب بشلل أطفال ومر وقتها بحالة سيئة صعبة، وبعدها بحوالي 3 سنين ابتعد عن السياسة، لكنه بعدها استعاد ثقته بنفسه ان يرجع للحياة السياسية. كمان اسس مركز لعلاج مصابين بشلل الاطفال. المرض ما خلهوش انسان ضعيف، لان روزفلت كان طموحه اكبر من كده، واصر انه يكمل كتابه اسمه بين الرؤساء. خاض الانتخابات المرة التانية وتولى المنصب في الفترة ما بين 1929 لحد 1933. كان حاكم إصلاحي وطالب بتطبيق برامج لمكافحة الفساد اللي ضرب الولايات المتحدة وقتها. تمت محاولة اغتياله في آخر سنة ليه بالحكم على إيد شاب إيطالي. فترة حكمه اتميزت بأنها فترة إصلاحات، وضع حلول للأزمة المصرفية، وأنشأ مؤسسات رعاية اجتماعية للمدنيين، وأصدر قوانين جديدة للتحقيق والاستقرار في اقتصاديات الزراعة. كمان أصدر قانون الإصلاح الصناعي الوطني، ودخل الكهرباء للريف وغيرها من الإصلاحات. اتبنى روزفلت سياسة الجيرة الطيبة مع دول أمريكا اللاتينية، فسحب القوات من هايتي ولغى التعديل الدستوري اللي كان بيسمح لأمريكا إنها تتدخل في أمور دولة كوبا. في بداية الحرب العالمية الثانية أعلن حياة الولايات المتحدة، لكن بعدها بعت 50 سفينة حربية قديمة لبريطانيا. ليه كتب كتير منها المحارب السعيد، روزفلت الأسعد والثعلب وغيرها. ومن أشهر مقولاته الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه. كان روزفلت على الرغم من إصابته بالشلل إلا أنه كان ذكي وقدر يحفر اسمه ويعمل إصلاحات كانت واضحة وفادت الولايات المتحدة، ويعتبر هو أطول رئيس لأمريكا يقعد في المنصب، وتم تصنيفه من أعظم 3 رؤساء لأمريكا لأنه عاصر الحرب العالمية الثانية وقاد الحلفاء للنصر. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي مع رضا أحمد على تلفزيون البوابة. انتظروني.